عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتا من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فقدتيني به فأتيته بالكساء اليماني فقدتيته به وسرت أنظر إليه فإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة فإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا غرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة فإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا بلدي ويا غرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد السلام عليك يا من اختار الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي
قد أذنت لك فدخل ماهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي يا وسيم وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء فقلت السلام عليك يا أبتا يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بذعتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بترفي الكساء فأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وغامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا هرب لمن هربه وسلم لمن سالمه وأدم لمن ومحب لمن أحبه إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلاتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وتهجرهم تطهيرا فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء
فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومادن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها فقال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبت الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يغرئك السلام ويخصك بتحية والإكرام ويقول لك بعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم فقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويتهركم تدهيرا فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تأتى الكساء من الفضل عند الله فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من مقافل أهل الأرض ففيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وغفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واستفاني من رسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيه مهموم إلا فرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي إذا والله فزنا فسعدنا فكذلك شيعتنا فازوا فسعدوا في الدنيا والآخرة برب الكعبة